شكرا وليد بن عوض العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نحييكم ونجدد بكم هذا اللقاء والتحية والترحيب مع هذه الانطلاقات المتواصلة ضمن هذه التحديات المستمرة يوم ما قبل يوم الختام مع تحديات الكبار وسن الثنايا. المسافة الحاضرة والمستحضرة هي 8 كيلومترات. نسير بحضراتكم دوما نحو البدايات الأولى ونحو الاتجاه الأول، والمسافة هي 8 كيلومترات. الشوط التاسع بداية، وإياكم نتقدم إلى الصدارة وإلى أول المراكز المتقدمة. الصدارة والبداية خيرة بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، يتقدم على البداية وعلى الصدارة الأولى. مواقف على المركز الثاني بشعار سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين مع المركز الثاني يتقدم وتغير بدورها إلى الصدارة هي مواقف. المركز الثالث نتابع وإياكم العفري بشعار أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، يتقدم مع تقدم العفري على المركز الثالث. انطلاقة الجذابة مع المركز الرابع بشعار فاران بن عتيق بن محمد البريدي، يتقدم مع المركز الرابع. هذا هو شعار بن قريع يصل ويتواجد. المركز الخامس تقدما من قبل تذكار صالح بن حمد بن راشد البريص المري مع المركز الخامس، يتواجد مع تقدم تذكار ويتقدم مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة الأولى للخمس المراكز المتقدمة، الخمس المراكز الأهم والأصح في هذه الانطلاقة. نعود بعد ذلك إلى الصدارة، إلى المركز الأول لكي نتابع مواقف على البداية وعلى الصدارة الأولى. شعار سليمان بن حمد بن جبرين يتقدم على البداية، الشعار الشطرنجي، ويتقدم على المركز الأول مع تقدم مواقف. المركز الثاني هي العفري القادمة والواصلة الحاضرة بشعار أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، يتواجد مع المركز الثاني ويتقدم شعار الخاطر. المركز الثالث هنالك أخيرة بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، من يتواجد على المركز الثالث. هذا هو شعار الجنرال مع ثالث المراكز. المركز الرابع تقدما من قبل تذكار صالح بن حمد بن راشد البريص مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس الجذابة الواصلة القادمة الجذابة بشعار، وانطلاقة فاران بن عتيق بن محمد البريدي يصل ويتقدم مع المركز الخامس. الخمس الشعارات، الخمس الانطلاقات الصحيحة المميزة والرائعة. ولكن بعد ذلك نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول لكي نتابع مواقف على البداية بشعار وانطلاقة سليمان بن حمد بن جبرين على البداية يتقدم وعلى المركز الأول. شعار بن جبرين القادم من المملكة العربية السعودية يتقدم على البداية وعلى الصدارة الأولى. نتابع وإياكم انطلاقة شعار بن جبرين. نتابع المركز الثاني، القادمة هي خيرة الواصلة خيرة والتي تحضر بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الذي يحضر ويقدم لنا خيرة في عملية التضمير. أيضا الجنرال سعيد بن راشد الزعبي يتواجد مع المركز الثاني ويتقدم. المركز الثالث نتابع وإياكم تذكار الحاضرة والقادمة، تذكار بشعار صالح بن حمد بن راشد البريص المري مع المركز الثالث. شعار البريصي يتقدم ويتواجد. شعار بو حمد يتواجد مع المركز الثالث، يتقدم مع تقدم تذكار. المركز الرابع هي العفري بشعار أحمد بن محمد بن فهد الخاطر مع المركز الرابع. تواجد المركز الخامس الجذابة هي الحاضرة
الجذابة هي القادمة والمتواجدة بشعار البريدي فران بن عتيق بن محمد البريدي مع المركز الخامس. انطلاقات سن الكبار، متعة الثنايا ومسافة 8 كيلومترات هي الحكاية، هي البدايات وهي القصص والروايات التي نعيش نحن وإياكم بها وبداخلها وبهذا الحضور المميز والرائع. العودة وإياكم بعد ذلك إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول لكي نتابع الصدارة والبداية مواقف على البداية الأولى، مواقف على الصدارة الأولى بشعار سليمان بن حمد بن جبرين راشد بن عبيد بن بعيران في عملية التضمير. بوديب خطير في هذه الانطلاقة، بوديب يقدم لنا انطلاقة مواقف على البداية بعدما قدم لنا اسماء مميزة حضرت في هذا السباق المحلي الخامس وقدمت عروض قوية وكبيرة. هذا هو الآن يحضر ويقدم لنا مواقف. المركز الثاني نتابع وإياكم انطلاقة شعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني يتواجد يقدم لنا انطلاقة خيرة على المركز الثاني. انطلاقة المركز الثالث الحضور من قبل تذكار، الحاضرة تذكار والقادمة تذكار بشعار صالح بن حمد بن راشد البريصي المري مع المركز الثالث. صايد الرموز يتقدم بكل هدوء مع هذه الانطلاقة، وصل مع انطلاقة الظبي منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيرين مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس العفري هي القادمة والحاضر العفري بشعار أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يتواجد مع المركز الخامس، يتقدم مع المركز الخامس، يقدم لنا شعاره واسمه. ولكن العودة إلى البداية، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى البدايات، إلى الصدارة وإلى البداية الأولى، إلى الكادر العلوي وإلى تذكار أو مواقف على البداية وعلى الصدارة الأولى. سليمان بن حمد بن جبرين القائد هنالك على البداية، المتحكم بزمام وأمور هذا الشوط، ولكن تابعوا الظبي التي تسللت إلى المركز الأول، التي انطلقت على البداية الأولى بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيرين. يتواجد على البداية شعار الخيرين ويتقدم على المركز الأول مع تقدم الظبي. المركز الثاني هي مواقف على المركز الثاني بشعار سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين الذي يتواجد مع المركز الثاني ويتقدم. المركز الثالث هنالك الحضور من قبل خيرة بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع يا ابو جراح، هنالك المركز الرابع نتابع واياكم الحضور من قبل تذكار صالح بن حمد بن راشد البريص المري مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس نتابع واياكم انطلاقة الجذابة بشعار وانطلاقة فران بن عتيق البريدي مع المركز الخامس. الاسماء اقتربت، الشعارات وصلت الان، كوكب من هؤلاء الابطال يقتربون ويصلون نحو دائرة المنافسة، نحو دائرة الابداع، نحو دائرة النجومية المميزة. العودة واياكم الى الصدارة، نعود الى المركز الاول لكي نتابع البدايات، لكي نتابع الانطلاقات وشعار الخيرين على البداية الخيرين. هذا هو صائد الرموز يتقدم، هذا هو صائد الرموز يتقدم مع انطلاقة الظبي. راعي الظبي وراعي اعلان وراعي الاسماء يا الخيرين يتقدم على البداية الاولى، يسيطر على المركز الاول، مواقف على المركز الثاني، تقف بهذه الرفعة وبهذا الشموخ بشعار سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين مع المركز الثاني، بن
بن جبرين والخيارين، بن جبرين والخيارين. وصل شعار الشهواني مع المركز الثالث عبد الهادي بن خليل بن منصور. الشهواني قادم مع انطلاقة خيرة، خيرة هي القادمة مع المركز الثالث، هيرة هنالك خيرة هي القادمة مع هذه الانطلاقة. نعود وإياكم إلى البداية، نعود إلى الصدارة، ومواقف على البداية، مواقف والظبي وخيرة، خيرة ومواقف والظبي والأمتار الأخيرة. شد حزامة بن جبرين وراح، راح 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 مع انطلاقة مواقف على البداية، مواقف على الصدارة الأولى بدون أوامر وبدون تعليمات. تذكر على الإطراق، روح يا أبو ذيب، روح إلى الانتصار وإلى الإبداع بانطلاقة سليمان بن حمد بن جبرين الذي يسيطر على البداية الأولى، الذي ينطلق على المركز الأول مع انطلاقة مواقف. مواقف وشعار الشهواني قاتم، ولكن خلاص أنهى الأمور شعار بن جبرين وحلق نحو النجاح ونحو الانطلاقة المميزة. تهانينا والف مبروك لمالك مواقف الذي حضر وقدم لنا مواقف شعار سليمان بن حمد بن جبرين في هذه الانطلاقات المميزة. وبالرصيد رمز، بالرصيد رمز، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الانطلاقات الرائعة. تهانينا والف مبروك، مشكور يا مخرجنا العزيز من يوفينا بهذه الانجازات. المركز الثاني كان الحضور من قبل خيرة بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. المركز الثالث كان الحضور والانطلاق من قبل ذلك الشعار الذي أتى. المركز الثالث كان الحضور من العزوم محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. والمركز الرابع كانت الانطلاقة من ماثوقة زيد بن محسن بن انديلة. والمركز الخامس انطلاقة الديبة محمد بن سلطان بن محمد بن ضابط الدوسري مع المركز الخامس. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني، لحظة وصول مواقف إلى خط النهاية بشعار سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، 12 دقيقة 47 ثانية 23 جزء من الثانية. حلت على المركز الثاني هي في هذه الأثناء خيرة بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. التوقيت الزمني 12 دقيقة 51 ثانية 17 جزء من الثانية. والتوقيت يتحطم مع مواقف التي حضرت بهذا الموقف الفنان بشعار سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين بمتابعة راشد بن بعيران. تهانينا والمبروك ومشكور يا أبو ذيب. المركز الثالث، عطونا المركز الثالث وتوقيت صاحبة المركز الثالث هي في هذه اللحظات العزوم محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. التوقيت الزمني 12 دقيقة و57 ثانية 35 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك. التحية تتجدد واللقاء يستمر.